ياسين فنان اسم دعسته بأعماله الفريدة التي عشقها المشاهد وتفاعل معها، والتي كان آخرها مسلسل زينة. يقدم أول فيلم سينمائي طويل تحت عنوان كاريان بوليود أو بوليود دريم، والذي يقدم صورا لأحلام وآمال الشباب الذين يعيشون في أحياء هامشية. هذا الفيلم على الناس اللي تيحلموا، يعني عندهم حلم ولكن الوسط الاجتماعي ديالهم ما تقدرش يعاونهم باش يحققوا الحلم ديالهم. هذا هو لو ميساج. ابري في الفيلم راه كاين بزاف ديال لي زيليمون، حاولت هذا الميساج ندخلو في نطاق ديال درامي، فيه الضحك فيه البكا فيه لي زيمونسيون داكشي، ولكن حاولت كمان ندير نهضر على شي حاجه اللي تتقيسني واللي كنشوفها يوميا. وهذا واخا لو ميساج جو ديتست مو حيت با مو تا مو ان بو بريتونسيو، ولكن بون اون فا دير سي سا فوالا لو ميك. هذا هو لو بوس ياسين نو يخدم مع ياسين في السينما في الفيلم الاول ديالو لون ميتراج سيتي بو ما سيتي غيش، كان غنيه تجربه بزاف، لان خدمنا بزاف ديال الوقت، خدمت انا وياه على السيناريو سورتو بو مون بيرسوناج بوندون، لانه اقترح عليا السيناريو ديال 3 سنين، دونك دائما 3 سنين وحنا خدامين على السيناريو على اللوغو حتى جات لقيت التورناج. دونك كنا بري خدمنا ونا في بوكو طون بور لي ريبيتيسيون مع الممثلين، وجدنا عارفين راسنا شنو بغينا ومشينا صافي، تطلق التران مشينا بقينا خدامين. فوالا عطى النتيجه هو فيلم كاريان بوليود. كما كنشوف الناس البوبليك خرج، الناس ضحكت الوقت اللي خاصها تضحك، سكتت الوقت اللي خاصها تسكت، تفاعلت الوقت اللي خاصها تفاعل. دونك بون مو سي بيان، انا كنت ناشط بزاف سيرتو من لي رياكسيون ديال الناس، عجبني الحال بزاف لي رياكسيون، انهم خداو الفكره انه يحلم، قلت الحلم هي كل شيء، لما حلمتيش راك ميت. الفيلم يجمع بين الغناء والرقص من خلال شخصية جيمي الذي تعلق بالسينما الهندية وأساسا شريط ديسكو دانسر، ويحلم بتقديم فيلم سينمائي يروي من خلاله مشاكل الحي الهامشي.